في احتفالية هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، ضمت عددا من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية، نظمت لجنة الأمم المتحدة للفنون بالتعاون مع لجنة أبناء فنان الزمن الجميل احتفالية يوم الأب، لتكون ثاني أحد من شهر مايو من كل عام تقديرا لدور الأب في الأسرة والمجتمع. احنا بنحتفل بأول عيد أب هنا في مصر، وفي نفس الوقت بشخصيات تم اختيارها من كافة المجالات. أنا سعيد بالاحتفالية ديت، وسعيد إن هم افتكروا الأب مؤخرا يعني، وأتمنى من ربنا إنها تستمر إن شاء الله في الأعوام القادمة، وخصوصا إنها بتضم يعني بيكرم فيها رموز الفن والرياضة والسياسة. لجنة أبناء الفن الزمن الجميل إحنا عاملينها عشان نكرم الناس اللي تعبوا في السينما المصرية. وبعدين فكرنا إحنا في عيد أم الناس كلها بتفرح بيه، وقلنا نخلي كمان عيد اب 8/5 من كل عام. انا فرحان ان في عيد اب دلوقتي عشان انا معايا 5 عيال هيجيبوا لي حاجات كتير. الاحتفاليه التي حملت اسم عيد الاب في سينما الابيض والاسود شهدت تكريم عدد من ابناء عمالقه زمن الفن الجميل، من ضمنهم عبد المنعم ابراهيم وعبد الوارث عصر والفنان حسين الرياض. احتفاليه شهدت ايضا حضور السيده جيهان السادات زوجه الرئيس الراحل انور السادات ووزير الاسكان الاسبق حسب الله الكفراوي. دي حاجه اول مره بتتعمل، واحنا عايزين نرسخ ان يبقى في عيد اب برضه، يعني ابهاتنا كلنا المفروض ان احنا نحتفل بيهم. النهارده احنا بنحتفل بعيد الاب ابيض والاسود، وعيد الاب هو طبعا يعتبر قديم، صاحب الفكره هو الكاتب الصحفي مصطفى امين وعلي امين، وهم نادوا ان هم يكون يوم 21 يونيو وزي عيد الأم 21 مارس. فكرة عيد الأب والذي تأمل لجنة أبناء فنان زمن الفن الجميل ترسيخها وتعميمها لتكون احتفالا رسميا في كل عام مثل عيد الأم، تأتي إيمانا بأهمية دور الأب الذي لا يقل أبدا عن دور الأم. فكرة تعود إلى الكاتبين الصحفيين مصطفى أمين وعلي أمين، والذين كانا قد اقترحاها لتكون يوم 21 من شهر يونيو. والله لطيف فكرة عيد الأب دي. أنا طول الوقت بقول إن الأب مظلوم، بس حتى اللي هو لسه مظلوم يعني، أنا حاسس إن العيد تايه، وأنا مش عارف دلوقتي هو 8 مايو ولا 21 يونيو ولا حتى إيه الأسبوع التاني من مايو، ما نحدد له يوم ونبقى عارفين الأب ده يقدر إمتى على الأقل، عشان نبقى مستنيين الهدية ونبقى عارفين هتيجي إمتى.